محمد احمد سيد جمعه، محمد معوض محمد السيد. من داخل مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة سيتم ترحيل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، وتجاوز عددهم 600 مهاجر غير شرعي لدخولهم الأراضي الليبية بدون إجراءات رسمية، طبعا من الجهات من الجنسية المصرية، وبالتنسيق مع السفارة المصرية سيتم ترحيلهم برا إن شاء الله بعون الله من داخل مدينة طرابلس. برا اقعد برا.